تم التوافق على ان السبع مجموعات سلع رئيسية الآتية هيبدأ عملية التخفيض في أسعارهم بنسب ما بين 15-25%. وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية التخفيض منذ أمس، ولكن هو فعليا توافقنا إن بحد أقصى يوم السبت الجاي هتكون كل منتجات اللي تخص هذه السلع هتكون بيحصل فيها التخفيض ما بين 15-25%، وهيبقى مكتوب السعر الحد الأقصى للسلعة على كل المنتجات، ولكن هيبقى كمان معناها ان ممكن يبقى ده الحد الاقصى، ولكن يبقى في مساحة كمان للخفض عن هذا الرقم. لكن خلينا اكد ايه هي السلع دي. احنا بنتكلم على الفول والعدس والالبان، منتجات الالبان والجبنة البيضة، المكرونة، السكر، الزيت الخليط بتاع زيت الطعام، والرز. دي المجموعات الرئيسية.